نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخارج من أحد السبيلين يعد نجسا نجاسة مغلظة أو متوسطة، أو هو يختلف؟ ما في شيء، البول والغائط نجس نجاسة مغلظة، وهو الذي يخرج من السبيلين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.